مشاهدونا الكرام، تحية ود واحترام لكل متابعينا من خلال صباح الشروق. هذه الصباحات المختلفة اللي بنقدمها لكم دائما تحمل كل الفقرات اللي بتعنى بالبيت السوداني. تحية من التيم العامل ومني ومن الزميل حسام. صباح الخير. صباح الانوار بناء. تحية لكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم، ودائما في صباح الشروق نهديكم مقلة لا ترى في غيركم بدلا. صباح باسم عاطر، اهلا بكم كثير، ومشوار ان شاء الله حافل ومليء بكثير جدا من المحطات والفقرات المتميزه في انتظار حضراتكم ان شاء الله. نتمنى من خلال حلقه اليوم ان تتحقق مدعه الفائده والمشاهده بعون الله. ودائما ما نغني في صباح الشروق ونبدا باجمل الالحان، نجمع بين الكلمه واللحن وهما وسط حب وجمال. يا ريت من اول وريتنا انك أخر يوم، يا ريت من أول وريتنا إنك يمكن تتأخر يوم ديوم، كان غايته يطمننا شوي، كان غايته يطمننا شوي وبحر. يا ليل